واحنا جايين النهارده الصبح فجاه ابتديت احس انه لا الدنيا برد بجد، يعني اجواء الشتاء بقى ابتدت تظهر. صحيح ان انا شايفه ان درجه الحراره 13 بس مدياني احساس ان في بروده، واحنا زي ما قلنا لكم ان الاسبوع ده اسبوع تقلبات، ودكتوره ايمان شاكر بتقول خليكم معانا يوم بيوم علشان تعرفوا ايه اخر تطورات الحاله الجويه، هل في اختلاف ولا لا. معانا دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره ايمان صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه رشا، صباح الخير على كل الساده المشاهدين. صباح النهارده يا دكتوره ايمان في شويه برد صح؟ ده فعلا صح ده حقيقي. خلاص بقى يعني مستحليه البلط ومستحليه الجاكيت كده. ده فعلا انخفضت فعلا درجه الحراره بصوره كبيره، يعني مقارنه بيوم الاحد كانت 27 درجه، النهارده المتوقع تسجل ما بين 19 و20 درجه، يعني انخفاض حوالي من 7 ل 8 درجات مئويه. فعلا بدأنا نشعر بالبرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة وأيضا في الصباح الباكر، وده هيستمر معانا على مدار اليوم وحتى نهاية الأسبوع حتى يوم الخميس القادم. المتوقع درجات الحرارة تكون ما بين 19 و20 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة. طبعا مع نشاط الرياح اللي احنا شاهدناه امس، وكان نشاط رياح مثير للاتربه وانخفضت الرؤيه فعلا على الطرق وخاصه الطرق الصحراويه والطرق السريعه، هيستمر معانا ايضا نشاط الرياح اليوم، وطبعا نشاط الرياح هيزود الاحساس ببروده الطقس وبانخفاض درجات الحراره، وده اللي احنا فعلا بدانا نشعر بيه. ساعات الليل كان في نشاط رياح فبدانا نشعر فعلا ببروده. بس يا دكتوره ايمان وانا جايه النهارده يعني انا يمكن بعرف سرعه الرياح من ايه؟ انا ببقى على الدائري من كميه اكياس النايلون اللي بتقابلني. ايوه النهارده مش لاقيه هذه الكميه من اكياس النايلون، يعني اقل يعني لسه هتشد ان شاء الله مع ساعات تقدم ساعات النهار وفتره الظهيره، هتبدا تشد الرياح وتنشط الرياح مره اخرى زي اللي حصل امس. يعني هو امبارح تقريبا بدات الرياح تنشط من بعد الظهر، فالنهارده المتوقع فعلا ان هي تنشط مره اخرى من بعد الظهر، وطبعا هيصاحبها انخفاض ايضا في الرؤيه الافقيه على الطرق وخاصه الطرق الصحراويه، طبعا بيكون في رمال واتربه مثاره. طبعا مع نشاط الرياح النهارده مستمر فرص الامطار على السواحل الشماليه للبلاد وخاصه السلوم، مطروح، اسكندريه، رشيد، بلطيم، تمتد لبعض محافظات الوجه البحري وخاصه شمال الوجه البحري، كفر الشيخ والبحيره والدقهليه وطبعا الغربيه. هي امطار غزيره يا فندم ولا امطار متوسطه؟ بالنسبة للسواحل الشمالية الأمطار متوسطة لغزيرة، لكن بالنسبة لمحافظات الوجه البحري أمطار متوسطة شدة. لأن محافظ اسكندرية امبارح أعلن على إنه إدى النهاردة إجازة للمدارس تحسبا لكمية الأمطار. هي محافظ الاسكندرية وفي بعض المدن زي بلطيم ورشيد أيضا أعلنت برضو إجازة النهاردة، وده طبعا لأن هذه المدن مدن ساحلية بتتأثر بنفس الطقس اللي بتتأثر بيه محافظة الاسكندرية وبتتأثر بنفس كميات الأمطار. وهو المشكلة النهاردة مش بس أمطار، إن نشاط الرياح عامل ارتفاع في أمواج البحر المتوسط هتوصل لأربع أمتار، فطبعا ارتفاع الموج كمان هيعمل اضطراب في حركة الملاحة البحرية. في الصيد النهاردة بقى. طبعا الصيد النهاردة أكيد متوقف، وخاصة أحيانا ارتفاع الأمواج لما بترتفع المياه بتخرج عن الشاطئ، فده طبعا بيسبب كميات مياه متراكمة داخل الشوارع والمدن، فعشان كده المدن دي تحديدا أعلنت إجازة اليوم. طبعا بداية من غدا هو مستمر معانا الأمطار، لكن هتزيد على الساحل الشرقي للبلاد، يعني دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، هتكون غزارة الأمطار أكتر من الساحل الغربي. ايضا مستمره بالنسبه لمحافظات الوجه البحري والقاهره، فرص الامطار غدا الاربعاء ان شاء الله امطار متوسطه الشتاء. يعني بكره هنشوف مطر في القاهره. ان شاء الله، يعني بعد طول انتظار هنشوف مطر يهدي التراب ده شويه بقى بعد الاتربه ونشاط الرياح ان شاء الله. بكره امطار لكن الرياح هتهدأ ان شاء الله غدا الاربعاء. طب من الخميس بقى، يعني احنا ادي الاثنين والثلاث مرينا بده والاربع امطار، الخميس هنفضل برضو كده ولا ممكن تتغير ولا نكلمك لان ممكن حاجه تحصل في الخرائط؟ هو طبعا الخميس حتى الان في فرص امطار على السواحل الشماليه للبلاد، لكن حتى الان بالنسبه للقاهره مفيش اي مشاكل وهتهدا سرعات الرياح، هتبدا درجات الحراره تستمر في الانخفاض، لكن طبعا وارد فعلا ان الخرائط تتغير تاني، فاحنا ممكن يعني بكره ان شاء الله نحدث الخرائط تاني ونقول اخر تحديث بالنسبه ليوم. نكلمك بكره يا دكتوره ايمان ونحدث الخرائط. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه.